الخير والصحة والأمل والسعادة، مساء التفاؤل، مساء الخير ومساء كل حاجة حلوة عليكم. النهاردة هبقى معاكم هنتكلم عن موضوع بيهم كل البنات، وشوية كلامي هيبقى موجه للعرايس الجديدة والعرايس أو الزوجات اللي لسه في مقتبل الزواج، اللي بتستعد على إنها تبقى أم وجواها خوف وقلق وتوتر من البيبي وإزاي الولادة وإيه اللي هيحصل في الولادة والولادة عبارة عن إيه. وسمعت كلام كتير من اليمين ومن الشمال، ويقول لي تحت تعبي، واللي تحكي لي الأهوال، واللي تقول لي إنها اتعذبت، واللي تقول لي واللي تقول لي واللي تقول لي. وأفتح الفيس أغرق في كمية كلام وكومنتات وأنا مش عارفة حاجة ومش فاهمة حاجة، وعايزة أعرف أنا مين في دول أو إيه المناسب بالنسبة لي في دول. البنات الصغيرة أو السيدة في مقتبل الزواج بتبقى نفسها قوي وهتتجنن إنها تبقى أم، وحد يقول لها يا ماما، وبتبقى بتستنى اليوم اللي هتعمل فيه اختبار يقول لها مبروك أنت حامل بفارغ الصبر. بعد ما يتقال لها انت حامل تبتدي رحله الخوف والقلق والتوتر على البيبي اللي موجود في بطنها، هل هيبقى سليم، هل هيطلع فيه حاجه ولا لا. الكلام ده جايز انا عارفاه لان انا ام وعارفه كل الامهات ممكن بتبقى حاسه بايه. تبتدي بعد كده ميعاد الولاده يقرب، ابتدي الخوف والهلع والفزع يزيد، تبتدي تسمع كلام، تبتدي تقال لها حاجات، تبتدي تقال لها تحذيرات، تبتدي تخاف. طب انا هعمل ايه؟ طب انا هتصرف ازاي؟ ابتدت يظهر دلوقتي او كتير ابتدوا يقولوا لنا ان احنا بنتكلم على ابره الولاده بدون الم. ده جايز من اكتر الحاجات اللي بيبقى عليها كلام او بيبقى عليها حديث، او اليومين دول هي الطب او اعلى حاجه بنتكلموا عليها على السوشيال ميديا او على الفيسبوك او على جميع التواصل الاجتماعي. ابره الولاده بدون الم كتير بيقعدوا يقولوا لنا ايه، بيسالوا او بنشوفها كتير على لافتات الاطباء او على المستشفيات، ولاده بدون الم. كتير مش فاهمين يعني ايه ولاده بدون الم، ايه هي، هل انا ممكن اولد وما اتوجعش فعلا، هل انا مناسبه ليا ولا لا، هل هي نوع واحد بس وهي مجرد ابره ولاده بدون الم، ولا هي انواع كتير وتختلف من واحده للتانيه وتنفع لواحده وما تنفعش للتانيه. علشان كده النهارده هنبتدي مع بعض واحده واحده نتكلم عن الولاده بدون الم. الاول الام الولاده، الام الولاده ما اتوصفت على اساس انها تقل او الم في الحوض او الم اسفل الظهر او تقلصات او انقباضات بتحصل في الرحم، وبعدين بعد كده يعقبها ارتخاء لعضلات الرحم. الانقباضات دي بيبقى وظيفتها انها تدفع الجنين او الطفل عن طريق الطريق الطبيعي للولاده الطبيعيه. طيب الانقباضات دي هل هي مؤلمه فعلا؟ هل هي زي ما هم بيقولوا؟ الاول احنا لازم نتفق عن حاجه، لما عملوا احصائيه او عملوا دراسه عن مدى تاثر السيده اثناء الولاده بالام الوضع، اتقسمت 20% من السيدات قالوا ان هي بالنسبه لهم ما كانش فيه بالنسبه لهم فيها مشكله، يعني 20% يعني من كل 100 سيده بتدخل تولد 20% ما عندهاش مشكله خلاص مع الام الوضع، او بالنسبه لها لا تمثل اي مشكله. 30% قالوا انها الام زايده شويه لكن ممكن التعامل معاها. 50% وصفوها على انها الام مبرحه ولا يمكن تحملها على الاطلاق. فاحنا كده لازم الاول نتفق مع بعض ان 50% بس هم اللي هيبقوا محتاجين حقنه الولاده بدون الم، مش جميع السيدات اللي رايحه تولد هتبقى محتاجه الولاده بدون الم. توترك وشده اعصابك هيخليكي تحسي بالالم، انت حتى لو انت مرتاحه مش هتبقي مرتاحه، هتحسي ان انت تعبانه. طيب الولاده بدون الم ايه فايدتها او هي عباره عن ايه؟ هل انا ممكن اروح اولد وما احسش بالم؟ اه ممكن تروحي تولدي وما تحسيش بالم. الولاده بدون الم بنقسمها حسب نوع التخدير اللي انا ببتدي استعمله. في عندنا قسمنا التخدير لكذا نوع. التخدير الموضعي اللي هو بيتاخد عن طريق حقنه في المكان اللي انا محتاجها اخدره لما بكون عايزه اعمل عمليه توسيع اثناء الولاده الطبيعيه. انا ممكن بستعمل حقنه بنج موضعي وببتدي اشتغل عليها، ودي غالبا ما بنستعملهاش هنا في مصر لان احنا عندنا محدش بيستحملها خالص، جايز دي مشهوره شويه بره. في التخدير الموضعي اللي بيتاخد عن طريق النخاع الشوكي، وده قسمناه لنوعين. قسمناه لنوع اللي هو الابيديورال او القسطره اللي بتتركب داخل النخاع الشوكي، وقسمناه عن طريق البنج النصفي، دي حاجه تانية. وفي الحاجه الجديده او الايرا الجديده او اللي طالعه جديد اللي هي التاب لوك، او ان انا اخدر المنطقه اللي انا شغاله فيها. في البنج الكلي، البنج الكلي او عن طريق الوريد ده بستعمله عامه في العمليات الجراحيه اللي بستعمل فيها ادوات او الات
جراحيه. البنج الكلي ده رغم ان بنستعمله او بنلجا ليه في حالات الولاده القيصريه. هبتدي اتكلم على الولاده الطبيعيه النهارده وهبتدي اركز عليها شويه. الصوره الاقصادي دي بتبين البنج الموضعي زي ما احنا شايفين، ده شكل النخاع الشوكي ازاي هو بيبتدي يدخل جواه. دكتور التخدير ده طبعا بيعتمد على دكتور التخدير في الاول وفي الاخر، بيبتدي يدخل جوه النخاع الشوكي، بيبتدي يحقن الماده المخدره. حاجه من الاثنين، يا اما حقن الماده المخدره بيكون باستخدام قسطره او حقنه زي ما انا شايفه قصادي هنا كده وخلاص، ده البنج النصفي ما بيتسابش اي شيء في ظهر المريض. يعني انا بحط الحقنه داخل الظهر او العمود الفقري وبعدين بعد كده بحقن الماده المخدره وبخرج. ده بيتم باستخدام ابره رفيعه جدا، يعني ما بتسببش الم مكانها، ما بتسببش اي مشاكل. طيب هل البنج النصفي اللي احنا كنا بنتكلم عليه دوت فيه مشكله؟ هتكلم عليه. دي الصوره اللي انا كنت جايباها ان هي الابيديورال. الابيديورال دي اللي هي اشهر حاجه اللي هي بتتحط فتره طويله، هي عباره عن بنج نصفي بس بدخل عن طريق التروكر او الكانيولا اللي هي موجوده في الجنب السلك البلاستيك دوت، بيدخل داخل جزء معين في منطقه معينه في النخاع الشوكي بحيث ان هو اقدر عن طريقه ان هو بيتثبت عن طريق بلاستر في ظهر المريضه، وعن طريق البامب او المحبس الصغير دوت بيكون متعلق على الكتف. انا ببتدي احقن جرعات مخدره في فترات منتظمه او لما تبتدي المريضه بتاعتي تقولي ان انا ابتديت احس بالالم. ده ازاي بيدخل جوه؟ يعني احنا الصوره اللي فاتت كنا بنتكلم عن البنج النصفي، البنج النصفي كان عباره عن الكانيولا دي وحقن الماده المخدره وطلع وخلاص. الابيديورال لا، هو دخل الحقنه دي اللي هي الحقنه الصغيره، وعن طريق الفتحه او الطريق او القناه اللي موجوده جوه ابتدى يدخل القسطره الرفيعه دي اللي بتستقر في مكان معين جوه العمود النخاع الشوكي او في مكان معين في العمود الفقري، وببتدي احقن بانتظام او اول باول الماده المخدره اللي انا محتاج. دي بقى اللي هي اللي عامله صيحه او عامله قلبان كتير شويه على النت، اللي هي التابلوك. ودي بنعملها عن طريق استخدام السونار زي ما احنا شايفين. دكتور التخدير بيبقى ماسك السونار بطريق الابره، انا بدخل في منطقه معينه في العصب، ببقى عامله سونار، ببقى شايفه العصب موجود فين، بحقن الماده المخدره. طيب ايه الفرق؟ ده هي المكان اهو، هو حاطط السونار، الصوره السوداء دي الشكل اللي بيظهر معايا بالسونار، وهنا التراك او المكان اللي مسؤول عن احساس المريضه بالالم بعديها. طيب هنقف عند البنج الموضعي كده ونستوب مع بعض. دي برضو النخاع الشوكي وازاي انا بديه، وازاي دي المنطقه اللي بتبتدي يخدرها. طب زي ما باين واضح في الصوره هو بيخدر المنطقه ما تحت الحجاب الحاجز ومنطقه الحوض كلها. كل ده ما بحسش بيه، ببتدي احس بيه بشويه تنميل او بشويه وجع. طيب مين المريضه اللي هي انا بسميها مرشحه او كانديديت ان انا اعمل لها ولاده بدون الم؟ زي ما دايما بتكلم مع البنات الموجوده عندي، لو انا هختار ما بين ولاده طبيعي وولاده قيصري، لا ولادي طبيعي. الولاده الطبيعي افضل واسهل واحسن بكتير، لان هو ده المسار الطبيعي اللي ربنا خلقه. انا بتجنب ان انا اعمل عمليه كبيره، بتجنب ان انا اتعرض لاجراء جراحي، بتجنب ان انا اتعرض لمشاكل تخدير، بتجنب ان انا اتعرض لوجود ان في جرح موجود في البطن. لا، الولاده الطبيعي بتبقى احسن من الناحيه دي. دايما بقول لها لو الولاده الطبيعي يا ستي اسهل لك من القيصريه، لا ولادي طبيعي، ليه لا؟ لو انا هستعمل البنج الموضعي او الولاده بدون الم عشان اتجنب القيصريه، انا موافقه جدا وبسبورت وبقف وبقول لا لازم نستعملها على طول. الولاده اللي بدون الم بالاشكال بقى والحاجات اللي انا قلتها كده ببساطه، ايه اللي ينفع لنا مع الولاده الطبيعيه وايه اللي ما ينفع لناش؟ البنج النصفي اللي احنا قلنا اتكلمنا عن الحقنه اللي هو بيبتدي يدخل ويبتدي يحقن جواها ويبتدي يخرج، دي اللي هي السباينال، او في منها اللي هو النوع السدل او الكودل. السدل او الكودل دوت بيبقى مسؤول على انه يخدر المنطقه دي لمده ساعتين، يعني من ساعتين لاربعه حسب الحاجه. ده بيخلي عدم الاحساس بوجود الالم، عدم الاحساس بوجود الثقل الموجود في الحوض. ببتدي اتعامل انا مع منطقه الحوض عن طريق الشق الجراحي او عن طريق ان انا ببتدي اخيط او عن طريق ان انا بتعامل مع الطفل بسهوله. وفي نفس الوقت اما ببتدي اطلب من المريضه انها شويه تبتدي تساعدني، لان انا طبعا انا مش من الدكاتره شويه اللي ما تفضلش استخدام اي الات، لا جفت ولا شفاط ولا كل الكلام ده، لا الولاده لازم تكون طبيعي، يبقى الولاده طبيعي. يعني انا رايحه المستشفى، الطلق منتظم، الطلق يجي، ناخد الولاده بدون الم، البيبي خرج لوحده، انا مش هحط اي حاجه على راس البيبي.
الولادة بدون ألم السعدل هتقعد معايا ساعتين. طب الإبيديورال، الإبيديورال هو بيحط الأسطرة أو بيحط الكانيولا جوه، بتبتدي تتحط هنا تتثبت على الكتف، ببتدي أحقن بانتظام شوتس أو جرعات من المخدر. كل ما بحس إن أنا هي الفترة أو التأثير بتاعها راح، ببتدي أخد الجرعة اللي بعدي. طبعا كده يبقى الإبيديورال قاعد معايا قد إيه؟ قاعد معايا زي ما أنا عايز، طول ما الأسطرة موجودة أنا باخد، يعني ممكن تكفيني إن أنا أقعد 24 ساعة. لو الولادة أنا متوقع أنها هتقعد فترة طويلة، لا، الإبيديورال هتساعد الموضوع وهتبقى موجودة معي وهتبقى من أكتر الحاجات المناسبة للمريضة في الحالة دي. طيب التاب بلوك اللي هي دلوقتي الموضة اللي طالعة، طبعا عن طريقة استخدامها ووجودها ومكانها هنعرف قوي أنها مناسبة للقيصريات. طب هي التاب بلوك دي بتبقى مسؤولة على أنها تخدر المريضة لمدة قد إيه؟ بتخدر المريضة أو بتخدر المنطقة اللي احنا استعملناها فيها لمدة 12 ساعة، يعني مش هتقعد معايا أكتر من 12 ساعة، وهتبقى مناسبة لو أنا بعمل قيصرية. وبعض في بعض الحالات الولادة الطبيعية عامة، ساعة ما بيكون في فتحة أو بيكون في شق جراحي أو بيكون في غرز عشان المريضه ما تبتديش تتالم، بعمل حاجه شبه التاب بلوك شويه عن طريق ان انا بحقن بنج موضعي او بحقن مكان مخدر موضعي في المكان اللي انا اشتغلت عليه في المنطقه دي، بحيث ان هو برضو يقدر يديها الميزه او الفايده بتاعه التاب بلوك لمده 12 ساعه ما تحسش بالم. ميزه التخدير الموضعي في الولاده الطبيعي سواء بانواعه المختلفه، اولا بيخلي السيده او بيخلي الام متعاونه اكتر معايا، كفايه انها تبقى بتولد وهي مش حاسه بالم او مش متوتره او مش مشدوده، فيها نوع من انواع الارتخاء، المنظر او الضحكه الجميله اللي بتبقى بتترسم على وشها اول ما بتشوف ابنها، اقول لها لا لسه بدري، وبعدين تشوفه طالع في ايدي او انا مشكله، الضحكه دي والفرحه بتاعتها دي بتبقى بالدنيا. الولاده بدون الم بتقلل نسبة إصابة السيدة باكتئاب ما بعد الولادة. أزواج كتير أنا بتضايق منهم قوي، وخاصة إن أنا من وجهة نظري إن الزوج ده أهم حاجة في الولادة، معاملته ليها والطريقة اللي بتعامل بيها معاه بيفرق قوي من تحمل مراتك لألام الولادة، بيفرق قوي من تقبل السيدة للرحلة الشاقة اللي هي بتمر بيها، بيفرق قوي من إنها بعد الولادة تحس إنها مبسوطة أو إنها أنجزت. يعني أنا ما بتفرج شوية على الأجانب أو ما بسافر بره وببتدي أشوف هما إزاي بيتعاملوا الأزواج أو بيتعاملوا مع زوجاتهم، يعني بيني وبينكم أنا بزعل إن إحنا هنا ما عندناش الوعي والثقافة دي إن هي أهتم بيها. معظم الأزواج بيبتدي يتكلم أنتِ إيه المشكلة؟ ما كل ولد، ما ماما ولدت، ما أختي، هي محتاجاك انت، انت اهم حاجة، انت واخدها، ما كانتش متجوزة خالص، كانت بنت، هي بقت ام ودخلت الرحلة دي عشان انتوا اتنين انتربطوا ببعض، انتوا بتجيبوا ثمرة ارتباطكم ببعض، الابن او البنت اللي هيحمل اسمك هي تستاهل ان انا اخد بالي منها شوية. اكتر بنج ممكن اعمله في الولادة الطبيعي هي مسكة ايد الزوج للزوجة وتشجيعه لها، تمارين التنفس اللي المفروض انت وهي تكونوا متمرنين عليها مع بعض، دعمك ليها، خوفك عليها، ازاي اقدر احتويها عشان هي رايحة تولد، كل دوت هيفرق معايا جامد وهيغير معايا من نفسيتها وهيخلي الموضوع يمشي بسهولة. هتكلم بعد كده على التخدير الكلي والمسكنات اللي بتتاخد عن طريق الوريد والاحتياطات اللي المفروض اعملها مع الولادة القيصرية، بس بعد ما نرجع من الفاصل.